تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عين. يجب علينا جميعا أن نعلم أن لله سنة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، إنها سنة التدرج. سنة التدرج. لقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء طيلة السنوات الماضية لا يمكن على الإطلاق أن نصلحه وأن نغيره في شهر أو في عام. ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام. أؤكد على ذلك حتى لا يصاب كثير من شبابنا وولدنا بالعجلة. فأنا أرى الآن اعتصامات واحتجاجات لصالح من؟ لصالح من؟ أقولها لله. لا يجوز الآن أن نغلب المصالح الفردية والمصالح الفئوية والطلبات الشخصية على مصلحة الوطن العليا. الشريف الآن هو الذي يعطي البلد لا أن يطالب البلد في وقت أزمته ومحنته. يجب أن نعلم أن التغيير والإصلاح لن يكون أبداً إلا بالتدرج وفق سنة الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. لأن بعض أحبابنا يتصور أن معنى التغيير أنه إذا كان رتبه الشهر الماضي 1000 جنيه يبقى رتبه الشهر الجاي 2000 جنيه أو 3000 جنيه. هذا خلل، هذا خطأ. لا يجوز أبداً أبداً الآن أن نطالب البلد. البلد يمر بأزمة، نعم، بل نطالب المفسدين، بل نطالب النصوص الذين سرقوا ونهبوا أن يردوا قوت هذا الشعب وأن يردوا هذه الأموال المنهوبة. أما أن نطالب الدولة أو البلد الآن في ظل أزمته ومحنته باعتصاماتنا وتعطيل عجلة الإنتاج وتوقيف المصانع والشركات، أشهد الله هذا لا يرضي الله جل وعلا. أقولها لربي، هذا لا يرضي الله جل وعلا. لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. الشرفاء الآن هم الذين يعطون. نفس عملك حاجة يا بلدي، نفس عملك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزان.